إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ناقص زوار ہے، جس نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب سے جوڑے رکھا، اس کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے کے سبھی انبیاء اکرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ ہم قرآن میں سورۃ البقرہ شروع کر چکے ہیں، 15 آیتیں ہم نے حفظ کر لی بھی ہیں الحمدللہ. تو میں سسٹر حسینہ سے کہوں گی کہ وہ آپ 15 آیتیں سنائیں، نہیں 3 آیتیں سنائیں، صرف 3 آیتیں میں. ہاں صرف فَإِذَا قِيلَ لَهُ، ہاں لاسٹ کی، مطلب 13 14 15. مطلب لمبا ہوتا جائے گا نا اس وجہ سے. جی جی سمجھ میں آیا. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعملون. لا يعلمون. اچھا ولكن لا يعلمون. ولكن لا يعلمون ما؟ نہیں ولكن لا يعلمون. ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بارك الله فيك، جزاك الله ما. سسٹر اختر بیگم پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
الناس قالوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين قالوا آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا خِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سيستر ممتاز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم. وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن السفهاء لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن
تحزنون الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جی سنائے دیا؟ ہاں ہاں جی جی صاحبہ یس میم جی آپ پڑھیے سسٹر صاحبہ. ٹھیک ہے میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم يمدهم في طغيانهم ويمدهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جی بارك الله فيك. تھوڑے مسٹیکس ہیں آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور کیجئے تجوید کے تھوڑے بھی مسٹیکس نہ ہو اس کا خیال رکھیں ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے میم جزاک اللہ خیر. آمین بھیا جی. آگے پڑھ لیں گے پڑھاؤں آپ لوگ اپنے سے پریکٹس کریں گے کیا آگے کی تین آیتیں خود ہی سے پڑھ کے آ سکتے ہیں؟ جی میم انشاءاللہ. جی انشاءاللہ میم کر کے آتے ہیں انشاءاللہ. جی تو آج آپ لوگ پڑھ کے آئیں انشاءاللہ. اگر کچھ بھی مسٹیکس نہیں ہے تو انشاءاللہ اچھا رہے گا ورنہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی میم جزاک اللہ خیر ہے کثیر میم. آمین بھیا کنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.